مشاهدينا، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أفادت وسائل إعلام عراقية بوقوع انفجار هائل شمال محافظة بابل. أوضحت أن الانفجار ناتج عن استهداف قاعة كالسو والتي تضم مخازن لقوات الحشد الشعبي والجيش العراقي. هذا ولم يتضح حتى الآن حجم الخسائر الناجمة عن هذا الانفجار أو الجهة التي نفذته على وجه التحديد.